المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنواصل بمشيئة الله تعالى قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي مع التعليق عليه من حيث توقفنا في المرة السابقة. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحضرات أجمعين يا رب العالمين. آمين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وقال ابن طاهر: إنما يقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. إنما إيه؟ إنما إيه؟ تقبل إزالة. يقبل ولا تقبل؟ إنما يقبل عند أهل الصنعة. عندك ياء؟ خليها تاء عشان هي الزيادة مؤنسة. لا، هو يرجع على الثقة الشخص. إنما تقبل أي الزيادة عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. فالكلام ليس عن الراوي، الكلام عن الزيادة. وستلاحظ في هذه النقول إنه هذا الدرس اللي هو زيادة الثقة بتذكر فيه كلمة الثقة عموما وليست في جميع المواضع التي تذكر فيها يكون مقصود بها الثقة المطلق، ولكن الثقة بمعنى الأوثق، وخاصة لو أن الشيخ السخاوي كان نقل أقوال العلماء الذين ذكر أنهم يقبلون زيادة الثقة هنا، بحيث أنك لو رجعت إلى كلام الترمذي كما أشار هو إليه قال: إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه. وعبارته قبل كده يقول: الثقة الذي يعتمد على حفظه. ثم قال بعدها: فإن كان الثقة ليس ممن يعتمد على حفظه فيأخذ حكما آخر. وهذا هو الذي يجعلك عندما تقرأ في الكتب أن يقول أحد إن هذه فلان ثقة فزيادته مقبولة كما يقول الأصوليون، أحيانا يقول هذا. إذا قرأت للأصوليين لا تجد أنهم كلهم يقصدون الثقة المطلق. ولذلك الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه لما شرح كلام الترمذي ده قال وخلاصة يعني النقول التي نقلها أنه ليس المقصود في هذا المبحث كل ثقة، وإنما المقصود ثقة وصف بأنه أحفظ وأتقن من غيره. والذي يمكن أن يسلم من هذا القيد هو الثقة الذي تفرد ولم يخالف، فهذا ليس هناك أحد عارضه، وبالتالي لا نطلب فيه أكثر من أنه يكون ثقة تام بالضبط.
وهذا ليس داخلا معنا في هذا المبحث، لأنهم يأتون على الزيادة ويقسمون تقسيمات كثيرة. وأنا يعني أرجو أن اللي يريد أن يتملك زمام هذا الموضوع يقرأه في عدد من كتب أصول الفقه الموسعة، مثل البحر المحيط للإمام الزركشي، وكذلك كلامه في نكته على ابن الصلاح. وأيضا هناك حديث شرحه الإمام العلائي، اللي هو نظم الفرائد في حديث إيه؟ أم زرع، ما في حديث أم زرع من الفوائد. وكذلك الشيخ ابن ناصر الدين في كتابه الفرع الأسبت. لكن التوسع الممتع هو في كلام العلائي في شرح هذا الحديث، فتكلم على زيادة الثقة كلاما يعني مطولا ومحققا. وأيضا يقرأ كتاب كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في زيادة الثقة أيضا في النكت، لأنه جمع كلام العلائي من هذا الموضع اللي هو نظم الفرائد، ومن كتاب آخر له نحن لم نطلع عليه، وهو مقدمة الأحكام الكبرى للعلائي. فالأحكام الكبرى غير موجود، ولكن الشيخ ابن حجر وقف على مقدمة هذا الكتاب، فوجد نقول ينقلها عن العلائي توجد في هذا. بدون قراءة تلك الكتب إذا أنت دارس يعني لا تمتلك ناصية الحكم الدقيق فيما يتعلق بزيادة الثقة، وستخرج بنتيجة خلاصتها أنه لا يملك أحد بحسب الكتب التفصيلية مسألة القول بقبول زيادة الثقة مطلقا كما كتب هنا. تابعين فمن بعدهم اقبل زيادة الثقة مطلقا، يعني دي اما تفتح انت الكتب ما تلاقيش. متى تقبل زيادة الثقة مطلقا؟ اذا كانت زيادة غير معارضة، فيش خلاف، هذا هو الذي يقبل في زيادة الثقة المطلق، ولا نطلب فيه أكثر من أن يكون عدلا تام الضبط. إن دخلنا في أي مخالفة أو أي يعني خطوة يترتب عليها المخالفة، يصعب أنك أنت تلاقي من علماء الأصول اتفاق أو من علماء الحديث اتفاق على قبول زيادة الثقة. فلذلك أنت الآن بعد ما تقرأ كده، ما تقرأ في كتب شروح الحديث أن فلان زاد كذا والزيادة من الثقة مطلوبة، ابحث عن الأمثلة اللي ذكرت هنا في المصطلح، ما تلقاش اللي هم منسوب إليهم التفرد بالزيادة هم ثقات، تجدهم أوثق. فرواية من المسلمين اللي زادها مالك، ومالك ما يتقلوش ثقة. إنما هو أوثق. فلذلك أنت احتاط أو انتبه من الكتب حتى المختصرة اللي تقول قال قوم تقبل زيادة الثقة، وقال قوم ترد، وقال قوم بالتفصيل. كل هذا في الأوثق ليس في الثقة، لأنه إذا كان ثقة مطلقا هذا نحتاج نسأل الذي يسألنا، نقول له هل الثقة هذا
روى هذا الحديث وخولف أو لم يخالف؟ فلما تقرأ أنت كتب الأصول عموما تجد أنهم يركزوا كثيرا هل اتحد المجلس أو تعدد، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين رووا الحديث من بعده ذكروا هذا الحديث في مرة واحدة ولا مرتين؟ يكسرون هم من هذا. فإذا عرف أنه في مجلسين تخف حدة الخلاف، لأنه سيصبح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث في هذه المرة بدون الزيادة، وقالها في مرة تانية بالزيادة، ولا مانع من المشرع أن يزيد، وهذا يروي الصحابي وهذا يروي الصحابي. ولذلك زيادة الصحابة بعضهم على بعض تختلف عن زيادة التابعين فمن بعدهم بعضهم على بعض. ولذلك أما تقرأ في الكلام تجد كده: اقبل أيها الطالب زيادات الثقات منهم. ده المت الشارح قال من التابعين، يعني لا تدخل في هذا الموضوع زيادة الصحابة بعضهم على بعض، لأنهم يتلقون من المشرع. فلذلك يختلف الأمر عمن دونه. تفضل مولانا. وكذا قيد ابن الصباغ في العدة. خلي بالك بقى قيده، يبقى ابن طاهر لما يقول إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه، لما حط له وصف المجمع عليه أخرجه من أنه مجرد الثقة أو لا؟ ما أصبحش بقى. فكل ما تلاقي تنقي الأقوال تلاقي كل واحد يأيدك بإيد، يأيدك بقيد، يقيدك بقيد، لحد ما تخرج في النهاية إن مسألة كلمة قبول زيادة الثقة كده على إطلاق ما تلاقيش عليها اتفاق أو حتى أكثرية. وطبعا الشيخ السخاوي بيسرد أقوال وفاهم إنك أنت فاهم، يعني فاهم انه لما ابن طاهر يقول الثقة المجمع عليه انه ليس مطلق الثقة. تفضل يا مولانا. وكذا قيد ابن الصباغ. فيبقى ابن طاهر كده قيد ولا اطلق؟ يا مشايخ، وهو ينقل، ابن طاهر ينقل عن اصولي. اذا رجعت لمصدر ابن قول ابن طاهر تجده ينقل عن عالم من علماء الأصول. فطالما هو بينقل عن عالم من علماء الأصول، هذا العالم يعتبر حجة لنا في أنه الأصوليون لم يطلقوا القول بزيادة كل ثقة ولا مطلق الثقة. لأن بقية كلام ابن طاهر لو أنت وصلت لمصدره الأصلي تجد أنه لا يطلق وصف الثقة، وإنما يقيد بأنه ثقة مجمع عليه، فأصبح كلهم يقيدون مع اختلاف عبارات التقييد من عالم إلى آخر. وانت عليك تمشي وراهم تلقط تكتب فلان قال كده فلان كده، ولما تجمعهم تجد ان هما كل واحد حط قيد يصل بك الى انه ليس مطلق الثقة الذي تقبل رواية زيادة. وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبولة. ابن الصباغ دوت لما تحب تموته هو من الأئمة الكبار من أصحاب الاجتهاد المطلق، ومتوفى 477. احنا بنقول نموته ليه؟ لان كتب
اللي فيها آراء الأصوليين المتأخرين تجدها متخففة من القيود دي، فلذلك لما تقرأها لوحدها تخرج بانطباع خلاف ما لو قرأت للمتقدمين. والعبرة بالمتقدمين في هذا، لأن المتقدمين كل ما قرأت لهم تجدهم يقتربوا من أهل الحديث، ومنهم من يكون جامعا بين الأصول وبين مصطلح الحديث أو علم الحديث. أما المتأخرين يوسعوا الفجوة، يخلوا الأصوليين حزب والمحدثون فريق، والحال أنه ليس كذلك، أن كثير من علماء الأصول المتقدمين كما في تواريخ وفياتهم أنهم يقيدون قبول زيادة الثقة ولا يطلقونها، ومن حكى عنهم القبول المطلق فهو غير مؤصل أو موثق لمصادر أقوالهم المعتمدة. لما يجيب أنت كتاب مختصر في الأصول وتقراه ما تلاقيش التفاصيل دي، فما تكونش على أساسه عقليتك، إنما أنت اعتبره أنه هو فتح لك الباب فقط، لأنك لو كونت على المختصرات ستجد ان الصورة ان فيه مسافة كبيرة بين الأصوليين وبين المحدثين. اذا قرأت للمتقدمين تجدها تقل، واحيانا يتحد الحكم عند الأصوليين والمحدثين. واللي قربك من كده شرح علل الحديث لابن رجب في مبحث زيادة الثقة في المجلد الأول، فتجد أنه هو ينقل أقوال وروايات للإمام أحمد باعتباره يمثل علم الأصول ويمثل علم الحديث، تجد عنده ما فيش إطلاق للثقة، إنما في قيود تكون بعبارات متنوعة وخلاصتها أنه أوثق، وعندما نصل إلى أنه أوثق خلاص هو ده اللي بتتمسك به المحدثين. لكن البارز في كتب الأصول هي مسألة تعدد المجلس واتحاد المجلس، وذكرت لكم أن تعدد المجلس واتحاده أصوله كذلك عند أهل الحديث. في مسند الحبيدي إذا قرأت تجد تعدد المجلس، وأكثر ما حصل خلاف وقيود من علماء الأصول ما لم يعرف فيه تعدد المجلس، أما الذي عرف أنه تعدد المجلس فهم خلاص يقولوا هذا حديث وهذا حديث. فإن كان متعارضين نبحث عن مسألة التوفيق بينهما حسب مختلف الحديث، ليس بحسب شذوذ رواية الثقة. وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبولة إذا كان راوي الناقصة أكثر هذه الأكثرية، أول ما تجيب الأكثرية المحدثين يقول لك خلاص أنت معانا، فما دام واحد قال الثقة المجمع عليه وهو الأوثق أو الأحفظ، ودام واحد من الأصوليين قال الأكثر، إذن وصلنا إلى ما يقوله المحدثون. ولسه السخاوي ماشي الحقيقة في نقول ويقول لك فلان قيد بكذا وفلان قيد بكذا وفلان قيد بكذا، حتى يشعرك من خلال هذه القيود أنه ليس عند الأصوليين إطلاق كما يتصور الكتب كما تتصور الكتب المختصرة. وطبعا الشيخ ابن حجر في النزهة
قال كده يعني ان قبول زياده الثقه مطلقا يعني لا نستطيع ان ناخذها كقضيه هكذا، لان التطبيقات التفصيليه ليست قائمه على هذا. تفضل مولانا. اذا كان راو الناقصه اكثر بتعدد مجلس التحمل، خيدها بايه؟ هذه تعدد المجلس. لأنهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما. خلاص. ده خبر وهذا خبر. وإمام الحرمين بما إذا. إمام الحرمين إذا أطلق يقصد به أبو المعالي. عبد الملك ابن عبد، كلهم يقال لهم الجويني. فهذا الجويني غير الجويني الأب. ايوه، فهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف المتوفى 478، لانه هو الذي الف عددا من الكتب في اصول الدين وفي اصول الفقه، وله الحمد لله كتابان الارشاد والبرهان في اصول الدين، وله الارشاد في اصول الفقه، وله الارشاد في اصول الدين. فإذا قرأت أنت الإرشاد الأصولي أو قرأت البرهان الأصولي تجد هذا الكلام، تجده. وممكن بقى لما يكون عندك يعني النفس الطويل هو عامل نهاية المطلب، والحمد لله يعني مطبوعة الآن في إيدين الناس تقريبا 20 جزء فضلة خيرك، فهو يسرسب الأقوال دي في مواضعها، يعني يتكلم على زيادة الثقة كما يتكلم العلائي عن الزيادة باستفاضة بمناسبة حديث أم زرع، كذلك الجويني كده يعوز أنك أنت تكون طويل البال وتمشي معاه رحلة العشرين دول، سواء بقى الدكتور سامح وجده سواء السكة طالت أو أسرت، تلاقي بقى هو يسرسب الكلام. الحاسب ما يقدرش يتابعك في هذا، يجيب لك حاجات حرفية لكن ما يجيب لكش عبارات تفيد الترجيح ولا كذا، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يتفاوت طلبة العلم بحسب اطلاعهم الشخصي. وإمام الحرمين بما إذا سكت الباقون عن نفيه، يعني قيد كذلك، قال لك أنا أقبل زيادة الثقة إذا سكت بقية أصحاب المدار اللي روي عنه الحديث عن نفي هذا الذي زاده الثقة. فمثلا حديث من المسلمين لا نجد تصريحا من المخالفين للإمام مالك بقولهم لا يدخل المسلم، لا يدخل غير المسلم، لا ما عندهمش كده. فيقول لك احنا ايه، نخلي السكوت ده في هذا الموقف ينوب بمنابل ايه الموافقة، وبالتالي ما يبقاش فيه مخالفة، فأصبح هناك تقييد. والإمام الجويني أبو المعالي أو إمام الحرمين أكثر عنايته في الأصول يعني في المد، ومع ذلك قيد. أما مع النفي على وجه يقبل فلا. النفي على وجه يقبل كيف؟ إن هو يمكن الجمع، إنه يكون حديث يثبت شيء وحديث ينفي شيء، ويمكن الجمع بينهما بافتراق الحال، انه في حالة كذا يكون الرواية التي فيها الزيادة، وفي حالة كذا يكون الرواية التي فيها ليس فيها الزيادة. وكثيرا ما تكون مسألة الجمع اللي هي ابن خزيمة قال اي واحد يجيب لي 2، ترجع الى خبرة العالم اولا باحكام الفقه، ثانيا بدلالة الألفاظ على الحكم الشرعي.
وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصبا. بعض المتكلمين، طب ما تقول مين؟ قال لك لا انت بقى دوخ وراهم. فتلاقي كل اللي ينقل لما يجي لانه عشان يحدد واحد من المتكلمين اللي هم كتبوا يعني اصول الفقه على طريقه المتكلمين، يعني منهم مثلا المعتمد لابي الحسين البصري، وهو من الكتب التي تعتبر عمده، وكذلك كثير من علماء الاصول الاحناف كذلك يدخل هذه الآراء. فلذلك جهوا على بعض المتكلمين دي ولقي انه هو هيعوز زي حالاتي كده، يعني ما عندوش وقت، مخنوق. فقال لك انا اقول لك بعض المتكلمين وانت ايه دور، بس ادي اديتك فايدة. فايدة ماذا؟ انني جمعت لك الطوائف التي تكلمت في زيادة الثقة. وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ بما إذا لم تكن مغيرة للإعراب. طبعا معنى هتغير الإعراب، زكاة الجنين زكاة أمه، هيغير الحكم. مش مقصود تغيير الإعراب في حد ذاته، لا، تغيير الإعراب الذي يترتب عليه حكما. لكن مجرد تغيير الإعراب لا يعتبر نوعا من الخلاف، وإلا كان متعارضين أي في اللفظ. أيوة. وإن جعله بعضهم في المعنى وفريق بما إذا أفادت حكما شرعيا، يعني قيده فريق. إن جعله بعضهم في المعنى وفريق بما إذا أفادت، فالسابقون قيدوا بالأحفظ، وابن الصباغ قيد بالأكثر، وكل اللي جايين بعدهم أدي احنا ماشيين معهم، كل واحد يقيد بقيد. خلاصته أنه لا يطلق القول بقبول زيادة الثقة. وفريق بما إذا أفادت حكما شرعيا، قال يعني الزيادة التي لا تفيد حكما شرعيا اللي هم ما هيمثلوا لها بالحديث اللي جاي دلوقتي في المحرم الذي وقصته الناقة، ممكن كذلك انه لا يضر، لانه اذا افاد حكما شرعيا سيدخل في مسألة التعارض. وآخرون بما إذا كانت في اللفظ خاصة كزيادة، يعني أن الزيادة في اللفظ وليست في المعنى. والمثال اللي هو مذكور اللي هيذكره الحديث ده هو يجمع الأمرين، أنه هو زيادة لم تفد حكما شرعيا جديدا، وأيضا هي مخالفة في اللفظ. كزيادة أخاقيق جرزان في حديث المحرم الذي، طبعا أخاقيق جرزان دي إن أصل الحديث إن رجل أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وهو على ناقته وقع وهي رجلها جاءت عليه فمات. معنى وقصته أنها ضغطت أو داست عليه برجلها فمات. فالطرق اللي في هذا الحديث هي قصة كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لا تغسلوه، ولكن كفنوه في ثوبين، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فحكاية كلمة دي اللي هي ذكرت ان الناقة داست على هذا الرجل في المكان اللي اسمه أخاقيف جرذان، زادت تحديد المكان. طبعا انا اللي رجعت له الحديث ده مخرج في كتب كتيرة، انا رجعت تقريبا للي هو اتسع وقت له، روايات البخاري، روايات مسلم، روايات ابو داود، روايات الترمذي، روايات النسائي،
رواية ابن ماجه، روايات أحمد، ما لقيتش تحديد. لكن أكتر واحد بقى ذكر طرق للحديث ده هو الإمام الطبراني في المعجم الكبير، يمكن لقيتها حوالي 20 إحالة. وأنا من قراءتي في معجم الطبراني أعرف أنه هو بيجيب طرق تزيد ألفاظ معينة، فما جاش وقتي أن أنا أتابعها. لكن راجعت 19 من يعني ادالك كم نتيجة؟ هذا هو. أنا قرأت طبعا اللي اتسع وقتي، وفي مشكل الآثار كذلك إحالة. أنا قلت يمكن الطحاوي عشان حط في المشكل يكون هو جاب طريق فيه أخاقيق جرزان دي أخاقيق لم أجدها، لكن ما رجعتش إحالات الطبراني الكبير. فإن كان أنت رجعتها خلاص يبقى. لكن أيضا في مصادر، شفت الحميدي؟ طيب لا، أنا خلي بحث عن الكتب كلها، الكتب كلها أحسنتم باللفظة. ليه أنت يا عبد العزيز؟ استنى، لأن شيخ عبد العزيز بيوحى إليه. ها لقيت يا عبد العزيز؟ ها؟ يعني هتشوف ان شاء الله؟ في الطبراني. بيقول لك في الطبراني. يا عم سيد، يبقى الطبراني بتاعك بقى. انا يعني لما لقيت الاحالات كثيره في الطبراني وقتي ما سمحش، فانا قلت اقول لكم وانتوا ايه وقتكم يتسع تنظروه. فهذه الرواية التي ذكر فيها تحديد المكان، ولا شك تحديد المكان معروف لحضراتكم أنه بيبقى من المرجحات، يعني بيستفاد منه في المرجحات الترجيح، لكن هو لا يغير الحكم الشرعي. فده مثال لهذا، ومثال لاختلاف اللفظ، لأنه الروايات الثانية ألفاظها ليس فيها هذا المكان. تفضل. فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي. ذكر الموضع هنا ليس في كل موضع. لما نيجي في الحج منى كلها منحر، أو منى مناخ من سبق، لا، يبقى المكان له، ليست هذه العبارة على إطلاقها، إنما هي في هذا الحديث فقط. ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي. المفروض يقول ذكر الموضع الإطلاق ليس هو الصواب. وقال إن أولهما لا وجه له، حكاهما الخطيب، يعني حكى قولين دول السابقين. وقال إن أولهما لا وجه له، إذ الأحكام محل التشدد، فقبولها في غيرها أولى. طبعا اللي هو لا تقبل مرة تقبل فيه، فهو يقول تقبل لكن القبول بتفاصيل هو القريب يعني. وكأنه لاحظ الحاجة في القبول فلم يتجاوزها، ولا لما قصره الآخرون، يعني لا وجه، ولا لما قصره الآخرون عليه، مع كونه حاجة في الجملة، بحيث صار كطرفي نقيد في التساهل وغيره. أيوة، لأن هذا أطلق مطلقا وهذا قيد بالتقييد، فأصبح هذا ضيق وذاك وسع، التناقض جاء من هنا. على أن لقائل أن يقول لما كان الزيادة دي اللي هو بيقراها من أول، على أن لقائل دي ليست في طبيعتي أنا، فإذا كانت في طبعاتكم ماشي، ما كانتش هو طب في طبعة الدكتور الخضير بارك الله فيه، وهي هيقراها الشيخ
الشيخ سعيد، على أن لقائل أن يقول: لما كانت الأحكام محل التجديد لراويها وغيره اختصت بالقبول دون غيرها، كما في شاهد الردة والمخبر بتنجس الماء حيث قيل بقبول الأول بدون سؤال عن السبب لعدم التساهل غالبا في مقتضى الردة، وباستفسار المخبر عن السبب إذا لم يكن فقيها، وابن السمعاني ومن وافقه بما إذا لم يكن السبب. طبعا ابن السمعاني له كتاب قواطع الأدلة وأنا رجعت له، لكن الكلام اللي في القواطع مش صريح اللي هنا، يعني لم أجد العبارة التي هنا بصريحها في القواطع، لكنها تفهم من معنى كلامه. وهذا إخواننا اللي بيشتغلوا في التحقيق، كثير من النصوص التي تنسب لمصادر لا تجدها موافقة 100%، قد يجد فيه يوجد فيها خلاف، وعليك أن تكون مهيئا لهذا، وإلا تجد صعوبة كثيرة في أنك تحصل على النص كما هو. ولذلك قالوا عن الشيخ ابن العراقي إن نقله كنقر في حجر، والنقر في الحجر ما يخلش، لكن أنت لو ابتليت بأنك تحقق نص فيه نقول ستجد كثيرا من النقول فيها تصرف، حتى لو قال ما لفظه كذلك يمكن. فبيحمل الخلاف هذا اللي موجود إما على أن نسخة العالم التي نقل منها كانت هكذا، وإما على أنه تصرف. ومثلا ابن الصلاح فأدب المفتي والمستفتي لما نقل من القواطع دي فيه مسألة يعني فيها 4 أقوال، فما تروح للقواطع تلاقي إن القول الأول ابن السمعاني حاطه القول الرابع، ومع ذلك نسب هو يعني النص كله لابن السمعاني، إما بناء على يعني أنه معروف أنه يجوز التقديم والتأخير، وإما لأنه يرى أن على الباحث أن يتحقق بنفسه. وابن السمعاني ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون، يعني قيده برضو، خليك فاكر إحنا ماشيين من أول قيده وعمالين نقول قيده وقيده، وكل الأسامي اللي بتذكر دي أكترها أصوليين، كما فهمت أنا من صنيع السخاوي أنه يريد أن يقول ليس هناك قول مطلق للأصوليين بقبول زيادة الثقة كما يكتب في بعض الكتب، يعني الإطلاق في كتب الأصول بقبول زيادة الثقة قليل، وربما لو بحثته تجده مقيدا في كتاب آخر، خاصة في كتب في الأصول يعني لحد الآن مش غير مطبوعة، فلذلك يكون الحكم بأن النص ليس هكذا صعب أن تثبته. وابن السمعاني ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة. قال إن الزيادة اللي بيقول الجويني اللي قبل كده ذكرنا ان السكوت يقوم مقام الموافقة، لابد ان نضيف اليه شرط، يبقى اصبح تقييدا للتقييد. ما هو الشرط؟ قال ان السكوت الساكتون دول يكونوا ممن لا يغفل مثلهم، إن هم ناس مثلا زي حضراتكم كده طلبة علم، ودلوقتي الجلسة بتاعتنا دي حافلة ما شاء الله بالدكاترة العظام، عشان خاطر إيه يعني يرفعوا خسيسة الدرس أو شيء، يعني يمكن أن يقال لا يغفل مثلهم يعني أيضا عن مثلها،
يعني لأنه فيه هناك واحد تخفى عليه جزئية ولا تخفى على غيره، فلذلك أدخل شروطا تعني أن يكونوا في منتهى اليقظة، فدول اللي يعتبر سكوتهم إقرار. أما إذا كانوا ما بين نائم وسارح وخاشع فيكون سكوتهم لا عبرة به. أو لم تكن مما يتوافر الدواعي على نقله. كل هذه تقييدات، وكل هذه ما تقروا أنتوا مثلا للشيخ ابن القيم تحديدا تلاقيه يعني لما يحب يشزز يقول كده، إن هذه الرواية مما تتوفر الدواعي على نقلها، فعدم نقلها دليل على عدم ثبوتها. طبعا هذه حجة صحيحة يعني لها وجه، لكنها عند التحقيق يمكن النقاش فيها. وخرج شيخنا من تفرقة ابن حزم، معنى خرج يعني فرع على ما وجده من كلام المتقدمين، وده اللي عرفك ان حكاية التباين اللي بين المتقدمين والمتأخرين تحتاج لنظر، لأن المتأخرين وخاصة إن هم نابهين يتشبثوا بما يجدونه عن المتقدمين. فهو ليه كلمة لابن حبان في المجروحين، ما هو مش مرجع مباشر اهو لزيادة الثقة، انت عارف انه مجروحين يعني فلان ابن كذا وفلان ابن كذا وفلان، ادي المتبادل. بينما لو ان الله عز وجل شرح صدرك وقريت المجروحين ده هتلاقي فيه قواعد وتقريرات لم يذكرها ابن حبان في بقية كتبه. خلال ترجمة احد المجروحين يستطرد فيقول كلاما لا يذكره في موضع آخر، فهو في بعض التراجم يعرف الحديث الصحيح. بينما انت دلوقتي لو جبت طالب وخاصة من طلاب الدراسات العليا اللي احنا زعلانين من عدم اطلاعهم الواسع، نقول له يا ابني اذكر تعريف ابن حبان للصحيح، فيقول لك ده الشيخ بيعجزني. مش بيعجزك، عايز يقول لك انك انت دخلت باب زي ده حاول انك انت تملاه. ما شفتش تعرف ابن حبان؟ يقول لا، هو ابن حبان له كتاب في المصطلح. نقول له طب عرف المجهول عند ابن حبان. ابن حبان بيوثق المجاهيل، صح كده؟ يقول لا، المجهول كمان ابن حبان ملوش تعريف للمجهول. وهكذا. ليه؟ لأنه هو عايز تديله 50 صفحة يصمها ويجي في الامتحان الشفوي يستفرغها. طب عملنا احنا ايه؟ لذلك بعد ما يخلص يقول لك بيض لي موضوع يا شيخ. خلصنا بيض يا ناس، نفضل نبيض لحد متى؟ ليه؟ لأن هو طبعا مستصحب الحل ده من الليسانس. لسانس 50 سؤال وهيجي منهم 10 في الامتحان، ايه اللي خليه بقى يقرا الباقي؟ خلاص ما ينفعش بقى. هنا السخاوي يقول لك ما ينفعش. اتفضل يا مولانا. وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء له بين المحدث والفقيه في بس الوقت. هو ابن حبان قالها كلمة، إن الفرق بين المحدث والفقيه أن المحدث يهتم بالإسناد والفقيه يهتم بالمتن. فراح ابن حجر قال لك طب ما أنا أفرع عليها دي قضية وأقول إن زيادة الثقة إذا كان اللي زادها محدث يبقى أن تكون متعلقة بالإسناد، إذا زادها فقيه أن تكون متعلقة بالمتن، فيبقى فرع على كلام ابن حبان.
والشيخ ابن حجر متوفى 852 فهو متأخر، وهو يفرعه على المتقدم. من أين أتيت له بالتباين؟ تفضل مولانا. في مقدمة الضعفاء له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى، التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن. أيوة، فإن كانت زيادة من محدث في السند ترجع، إن كانت زيادة من فقيه في المتن ترجع، واستند فيها إلى تفريق ابن حبان بين المحدث والفقيه. فتقبل فيبدأ يسموه التخريج على التخريج. وفي كتاب في الأصول للإمام الإسنوي اسمه تخريج الإيه يا شيخ عواد؟ في تخريج الفروع على الأصول. معنى تخريجها يعني تفريعها عنه، فيساعدك على توليد. تفضل يا شيخ. فتقبل من المحدث في السند الى المتن، ومن الفقيه عكسه. لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه. قال: بل سياق كلام ابن حبان يرشد اليه الى غير ذلك. كلام ابن حبان في الموضع ده ينبه على كده. وقيل: لا تقبل الزيادة مطلقا، لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره حكاه الخطيب. وابن الصباغ عن قوم من المحدثين، وحكي عن أبي بكر الأبهري. هو الأبهري مترجم عندك ولا لا؟ مترجم 300 وشوي 375. كل اللي تلاقي عنده تفاصيل وآراء محددة تلاقيه من المتقدمين. قالوا: لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها، وليست كالحديث المستقل. لأن الحديث المستقل أنا أقبله من مطلق الثقة، لأن هو ده تعريف الحديث الصحيح. لكن إذا جيت لي واحد زاد وعارض، أنا مضطر أفاصل معاك. إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به. طبعا موجود، ودي لما تلاقيها تقرأ انت التراجم يقول لك فلان ده انه هو ابوه كان عالم، فواحد من طلبة العلم لديه مرويات من شيوخ اخرين، والشيخ اللي هو ده ما يمكنش كل من يريد السماع منه إلا في المجلس العام. فهذا يعني الطالب راح لابن الشيخ وقال له: أنا عندي أسانيد ما يش عند أبوك، إذا خليتني أقعد معاه نص ساعة زيادة أنا أدي لك كل مرة 5 أحاديث. فالذين نقدوا هذا الراوي يقولوا: إحنا ما شفناهش عند هذا الرجل، فكيف سمع منه؟ فهو حكى هذه القصة لما قالوا له: إنك أنت لم تسمع من هذا، ما كنا نراك. قال: أنتم كنتش تشوفوني، لكن أنا عملت الحيلة الفلانية كذا كذا، وكان كل جلسة يمكنني من الجلوس مع الشيخ أحدثه 5 أحاديث ليس معه، بيني وبينه لم يحضرنا أحد. فيبقى إمكان التفرد عن شيخ ممكن، لا إشكال في ذلك. إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به. كتاب المخزون ده اللي هو مطبوع ده ما فيش إلا حديث واحد، يقول لك هذا الرجل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث، واحد تاني ألف كتاب اللي ما سمعش إلا حديثين، وكتابان مطبوعان. فإذا هذا الأمر التفريعي له ما يؤيده.
ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد. فطبعا ده هو اللي بيبنوا عليه حكم العام، يقول لك ده حديث تكسر إليه الحاجة، وأنه هو مما تجتمع الدواعي، فطالما أنه بهذا الشكل يبقى انفراد هذا الرجل به مما يضعفه كقاعدة. نعم، لكن كواقع ممكن أن يحصل، فما دام ممكنا أن يحصل فيصبح الحكم عليه بهذه القرينة العامة حكم يمكن الاعتراض عليه. وقيل لا تقبل الزيادة منهم فقط، أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها، لأن روايته أصبح التقييد الآن هنشوف الراوي إنه إذا هل الزيادة دي من واحد في حالين، ولا في من اثنين في حالة واحدة، وكلها تفاصيل تبحث القصد منها تأكد من حصول ضبط من سمع أو من روى لنا هذه الزيادة حتى لا نفرط فيها، وهي تستحق أن تفيدنا حكما شرعيا. يعني كل التحكيمات المذكورة دي كان يكتبها العلماء من حرصهم على الوصول إلى أكبر نصوص مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا تقبل الزيادة منهم فقط، أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها، لأن روايته له ناقصا أورثت شكا في الزيادة، وتقبل من غيره من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية. طيب. وكذا قال منهم أبو نصر القشيري. إن أبو نصر القشيري متوفى 514، وهو صاحب الرسالة القشيرية وصاحب الكتب الكثيرة في هذه. قال بعضهم سواء كانت روايته للزائد سابقة أو لاحقة. كل دي تفريع، لأنه يقول لك إذا كانت الزيادة متأخرة فيبقى الرواية الناقصة المتقدمة لا تقدح فيها، فقد يكون تجدد علمه بما زاده. والعكس، لو كانت الزيادة هي السابقة يقولوا يبقى المتأخرة تنسخ الزيادة. وكله بحث عن قرائن تثبت النص أو تنفيه. ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر. ابن الصباغ احنا اتكلمنا ترجمنا له، وهو دلوقتي بمسك الشيخ تصوري انه حاطط الكتب جنبه كده ويجمع الحاجات المتوافقة ويحطها ويجمع يعني الحقيقة بذل السخاوي جهدا كبيرا يعرفه من يقرأ هؤلاء العلماء في مؤلفاتهم التي ينقل منها، فسيجد ان الموضوع عندهم ليس بهذا التقسيم التجميعي، من اللي قيد، من الذي اطلق، من الذي ذكر تحديد التقديم والتأخير، هكذا. ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر أنه نسيها، فإنه قال لو تكررت روايته ناقصا ثم رواه بالزيادة فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت، وإلا وجب التوقف. طبعا مش معنى التوقف يعني دائما، لا، التوقف حتى تجد يعني نتيجة، زي ما احنا دلوقتي بندور على الرواية اللي فيها اللفظة دي، لكن ليس توقفا إلى الأبد. ولذلك القضايا اللي بيكتبوا فيها بالتوقف هي تحفز همم الباحثين، إن يا ناس مش معقول إن احنا معاكم انتوا حواسب بتجيب اللي التايهة ونفضل متوقفين كده، شوفونا حل. يقوم يقول لك ده اللي هو معاه الحاسب أصلا بيدور على اللي يشوف له حل. ورد الخطيب الثاني بأنه لا يمتنع تعدد المجلس وسهو الراوي في اقتصاره على الناقصة في أحدهما،
كل شوف ان هو بيبحث انه كيف يحصل هذا عندما يكون الراوي واحدا. يوم يقول لك يا اخي ما يمكن مثلا حزقوا حصر البول فساب الدرس زي كده وراح ورجع. يكون الزياده دي ذكرها الشيخ وهو قبل ما يجي من دوت المي، وده شيء ماشي وارد ما فيش فيه اشكال. فيقول لك حتى لو المجلس واحد يمكن ان تطرأ اعذار تجعل الزياده تسمع من يرويها واحد ولا يرويها الباقون، او اكتفاؤه بكونه كان اتمه قبله وضبطه الثقه عنه. ليه بقى؟ لانه كذلك العالم ربما يروي الناقص اعتمادا على انه في المره التي قبل ذلك روى الزائد والمجلس ما تعددش، يعني الطالب موجود والشيخ موجود. فنقل كل من الفريقين ما سمعه، وده كله احنا بنطرقه عندما لا نجد، عندما نجمع الطرق ما نلاقيش نص ان المجلس تعدد، فنبتدي نبحث عن الاحتمالات هذه. وأنه على تقدير اتحاد المجلس لا يمتنع أن يكون بعضه حضر في أثناء الكلام أو فارق قبل انتهائه أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما. الراجل كان رئيمكم أهو، يعني مش تقولوا احنا كده عارف. والثالث بأنه لا يمتنع أن يكون سمعه، يعني الجواب عن الثالث. والثالث بأن والثالث بأنه لا يمتنع أن يكون سمعه من راو تاما ومن آخر ناقصا ثم حدث به كل مرة عن واحد أو دي لما تعرف مصنف عبد الرزاق تلاقي كده، تلاقيه يقول معمر عمل كده مرة وعمل كده مرة، يقول لك هنقرا احنا 11 مجلد عشان نجيب مثال بناقص. طبعا الشيطان يقول لك كده وانت تطوع على طول، يقول لك صحة الابدان قبل صحة الاديان، ان لبدنك عليك حق، ويجيب لك جميع الرخص اللي تخليك تقفل الكتاب وتروح. أو يرويه بدونها لشك أو نسيان ثم يتيقنها أو يتذكرها. واختار الأول كما تقدم، اختار أي الخطيب؟ واختار الأول كما تقدم اللي هو القبول. قلنا له طيب اخترت القبول مطلقا يا شيخ يا خطيب؟ قال لا. ليه؟ قال ما أقدرش، لا أستطيع، المعلومات اللي عندي تمنعني. واختار الأول كما تقدم ولكنه ليس على إطلاقه. قال أنا أقبل زيادة الثقة إنها مقبولة، لكن أحط فيها قيود من هنا للصبح. وإن كان في استدلاله على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكم، مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له ما يشعر بالقبول مع التنافي. فتصريح إمام الحرمين بردها عند نفي الباقين وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل بهما كما تقدم. نعم. قد يؤخذ منه التقييد وهو فتصريح إمام الحرمين قد يؤخذ منه التقييد. السخاوي هو بس عيب الشرح ده انه هو يأخر الجزء الكلمة الذي يفصل بينها بسطرين وثلاثة، ويعوزك ان انت تكون مستجمع شوي. قد يؤخذ التقييد وهو الذي مشى عليه فتصريح امام الحرمين يؤخذ منه التقييد، يعني كلامه السابق الذي ذكرناه يمكن أن نستدل منه على أنه يقيد ولا يطلق كما يتبادر من عبارته. وهو الذي مشى عليه شيخنا تبعا لغيره، أما يقول شيخنا يبقى الحافظ رحمة الله عليه. فاشترطوا لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة يعني في مبحث المرسل. كلام الشافعي في زيادة الثقة واضح وليس فيه يعني احتمالات، ولذلك
يعني بيأخذ قوله ثم يفرع بما جد من حالات لم يعرض لها الإمام الشافعي، مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال يشير إلى عدم الإطلاق. وده اللي عرفك إن زيادة الثقة دي لها علاقة بتعارض الرفع والوقف، لأن الرفع زيادة ثقة، وبتعارض الوصل والإرسال لأن الوصل زيادة ثقة. ولذلك لا تقرأ هذا البحث منفصلا عن بقية الأبحاث التي لها صلة به. وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقة من الزيادة الشيخ ابن الصلاح، فقال حسب ما حرر. ده تقسيم باعتبار ماذا التقسيم ده؟ هل تقسيم عام ولا تقسيم جزئي؟ تقسيم جزئي، لأن هي زيادة الثقة تقسم زيادة في المتن، زيادة في السند، زيادة فيما تعددت مجالسه، زيادة فيما اتحدت مجالسه، زيادة فيما إذا سكت الجميع، يعني عدة تقسيمات بعدة اعتبارات. فالمذكور الآن اللي هنتكلم عليه هو تقسيم باعتبار من تلك الاعتبارات، وليس تقسيما معارضا لبقية التقسيمات، وإنما عليك أن تجمع هذه الاعتبارات، إذا كنت يعني تريد أن تضبط المسألة بأن زيادة الثقة لها تقسيمات بعدة اعتبارات. وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقة من الزيادة الشيخ ابن الصلاح، فقال حسبما حرره من تصرفهم قد رأيت من تصرفهم، يعني من الأمثلة التطبيقية التي وقف عليها. فيبقى ابن الصلاح الإضافة اللي أضافها من جانبه خبرته في الاطلاع، لأنه وجد أن الذين كتبوا لم ينتبهوا أو لم يوضحوا هذه الحيثية. قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: من فرض بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ ثقة خالفهم. من فرض، أقول التعالي تانية، من فرض بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ ثقة خالفهم. أيوة. أو خالف الواحد الأحفظ. يبقى دلوقتي أدي واحدة وبس، لسه ما جاش النتيجة. أو خالف الواحد الأحفظ فيه، أي في من فرض به صريحا في المخالفة، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الأخرى. أدي معنى المقصود بكده، إنه هو زيادة فيها مخالفة لا يمكن فيها الجمع، ومعنى ذلك أن الزيادة التي يمكن فيها الجمع لا إشكال فيها، لأنه مدام أمكن الجمع بين الأمرين صح الوجهين. ولذلك كما ذكرت لحضراتكم ما تقرأوا، فيقول كده عبد الرزاق: كان معمر تارة يرفع لنا الحديث وتارة يرسله. الأذان. طيب تفضل يا مولانا، تفضل يا شيخ، تفضل. بسم الله. أي في من فرض به صريحا في المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الأخرى، فهو رد أي مردود عندهم أي المحققين ومنهم الشافعي. يعني لا يطلق القول برد زيادة الثقة إلا بعد التأكد من هذه الخطوات التي أشار إليها الشيخ السخاوي تبعا لشيخ ابن حجر. فإذا كانت الزيادة ممكن الجمع بينها فلا تعتبر داخلة فيما نحن فيه، لكن الرد شرطه ألا يوجد مستند. كذلك أيضا إذا وجد موضوع النسخ فلا يعتبر ردا ولكن يعتبر نسخا، وهكذا. فليست الرد خطوة مقابلة للقبول قبل أن يجرى
مسألة إمكان الجمع وكذلك إمكان التخصيص، لأن التخصيص فيه نوع ما من الجمع وهكذا. ومنهم الشافعي سيما وقد حصل الاتفاق على الأصل أو لم يخالف في من فرض به ما رووه أو الأحفظ أصلا فاقبلنه بنون التوكيد الخفيفة. دخلت هي الأحفظ، وطبعا الأمثلة الموجودة تؤيد هذا، لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته، إذ الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى. دي مسألة علاج الساكت، إن هل الساكت يعتبر نافي أو لا. فالصريح اللي موجود في قواطع الأدلة للسمعاني إن الساكت لا يعتبر نافي. لذلك إذا وجدنا رواية فيها زيادة وليست عند الآخرين لكن ليس عندهم تصريح بالنفي، فلا يعتبر هذا من ما نحن فيه. ولا في سكوتها دلالة على وهمها، بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة ولا مخالفة فيه أصلا كما سبق، كل من هذين القسمين في الشاذ. نعم. وادعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الاتفاق بين العلماء حال كونه مجمعا، ولكن ادعى ليه على أساس أنه فهم من خالف في هذا، فيبقى ما دام موجود مخالف ولو واحد أو اثنين يبقى القول بالادعاء بالإجماع أو حكاية الإجماع تعتبر ادعاء، إنما يكون الإجماع مسلم لو أننا لم نجد من خالف فيه. ولكن عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب، فعبارته والدليل على صحة ذلك أي القول بقبول الزيادة أمور، أحدها اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، ولم يكن ترك الرواية لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العمل به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. أيوة، يفصل فيه هذا التفصيل كله. أو خالف الإطلاق فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه، نحو جعلت تربة الأرض بالنقل لنا طهورا في حديث فضلت على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا. فهي أي زيادة التربة فرض نقلت تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، أخرجها مسلم في صحيحه، وكذا أخرجها ابن خزيمة وغيره بلفظ التراب، وسائر الروايات الصحيحة من غير حديث حذيفة لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. طبعا الفرق يعني فيه يحتاج إلى تأمل، ما الفرق بين أن يقال جعلت تربتها وبين أن يقال الأرض؟ لأن الأرض فيها تربة وفيها طين، ولذلك يعتبر تربتها كأنها تخصيص من تعميم الأرض. وهناك تخريجات في كتب الأصول كذلك أنه لا تنافي بينهما، أن ذكر التربة ليس معارضا، وبالتالي لا يعتبر المثال مسلما. قال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام، يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. أيوة، يعني كأنه الموضوع في جانب
يؤيد المخالفة وفي جانب يؤيد الموافقة. وهذا كما ذكرت لكم اللي جعل إن أحد من علماء الأصول ينكر أصلا أن بينهم منافاة. فالشافعي بالإسكان وأحمد احتج بذا أي باللفظ المزيد هنا حيث خص التيمم بالتراب. أيوة. وكذا بزيادة من المسلمين في حديث معناه أنك أنت لما يعني تتيمم بغير التراب كأن يكون المكان عليه أو نفس الأرض مش التراب كذلك يعني يختلف الحكم. وكذا بزيادة من المسلمين في حديث زكاة الفطر الذي شوحح ابن الصلاح في التمثيل به. هنا بقى المثالين تلاحظ فيهم اختلاف. فحكاية التربة أنا كنت لسه بكلم الآخرين أنه سعد بن طارق ده أبو مالك اللي هو زاد التربة يعني أنا ما كشفتش عنه في جميع الأقوال لكني اللي هو أسعفني كتاب التخريب فلقيته بيذكر أنه ثقة فقط. إحنا عشان نثبت أن الكلام في ثقة حافظ نحتاج إلى أن نراجع ترجمة سعد بن طارق ده في الكتب الموسعة لنعرف هل ما ذكره الشيخ ابن حجر رحمه الله في التقريب هو فعلا خلاصة أو يجمع كل الأقوال اللي ذكرت فيه أو أن الأقوال التي ذكرت فيه ممكن أن تجعل هذا الرجل يكون ثقة ثبتا أو ثقة حافظا أو ثقة متقنا يعني لا يكتفى في حاله بلفظة واحدة بخلاف سيدنا مالك. فسيدنا مالك يعني كلمة ثقة فقط قليلة عليه. فالمثالان من هذه الناحية غير متعادلين لأنه لو طلع أن التربة دي سعد بن مالك كل الأقوال تقول أنه ثقة فقط يصبح أن مسألة اعتبارها زيادة مخالفة وكذا فيها كلام يعني ممكن أن اللي هم ما ذكروهاش يكونوا أقوى منه وخاصة أن يعني روايات الحديث كثيرة ومن طريق ثقات. وكذا بزيادة من المسلمين في حديث زكاة الفطر الذي شوحح ابن الصلاح في التمثيل ويتكلم الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه في هذا المثال بما خلاصته ان بعض الاخوان يقولوا ايه رأيك يا شيخ في اللي بيقول ان الشاذ لا يتقوى فابن رجب ده حجة عند اللي كده يقول ان الشاذ والمنكر يتقويان في هذا المبحث يعني تستعجب انت بقى اللي هو يكتب كده او يقول كده وهو بيعتبر ان شرح ليلة لابن رجب ده كالفاتحة. طب ما هو كده الراجل هو بيقول ان التعدد يدفع الشذوذ كما يدفع النكارة. يقول لك لا اصل احنا بنقرا بالشبر ودي بتقرا بالحته. طب ما دام بتقرا بالشبر ما تختشي بلاش تتحمل مسؤوليه انك انت تشيع ان الشاذ لا يقبل. الاول اقرا عشان خاطر ما يبقاش وزر عليك يوم القيامه. يقول لا ما دام ليه ناس بتقول الشاذ لا يتقوى هو اخر يكمل الايه؟ الفريق. ففي هذا المبحث تحديدا يشير الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه إلى أن الشاذ والمنكر يتساويان في أن عدم التفرد إذا تحقق يدفع الاثنين ولا يقال بدفع الشذوذ إلا إذا قلنا أنه هو يتقوى. يقول لك لا لازم تجيب أنه هو قال يتقوى. طبعا اللي يقول كده ما يعني طلبه للعلم يصير مشكل في حد ذاته. فما صرح باحتجاجهما مع غيرهما من الأئمة بها فيه خاصة
واستغنى عن التصريح في هذا القسم بحكم، حتى قال النووي رحمه الله كذا قال يعني ابن الصلاح، والصحيح قبوله. وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد. هو نفس ده كلام الشيخ ابن رجب، وهو الشيخ ابن رجب دائما احنا بنحاول نقول عليه ليه، لأنه هو شرح الترمذي من أوله إلى آخره، وأكثر من يعني يلاحظ هذه الجوانب، جوانب الخلاف على الراوي ومسألة الإعلال وعدم الإعلال ودفع الإعلال وإثبات الإعلال، اللي يقرأ الترمذي جامع الترمذي قراءة يعني تأمل، يجد أن يعني إذا قلت إنه مدرسة متحركة فأنت لا تبالغ. فبعد ما يشرح هو هذا ويقول كلمة معناه إن هو قالها يعني بتمكن، ولذلك محول هو في الموضع ده إن بقية الآراء اللي ما ذكرتهاش تراجع في كتاب الزكاة. طبعا كتاب الزكاة من كتابه، ومعروف إن هو كتاب شرح الترمذي مما احترق في قلعة دمشق لما هاجمها التتار عندما اجتاحوا البلاد العالم الإسلامي، فلم يسلم من الكتاب إلا هو شرح العلل ده وقطعة من كتاب اللباس في أحكام الخاتم، فهو يحول على كتاب الزكاة بالتفاصيل. تفضل يا شيخ. وأما شيخنا لأن واحد جاء مرة جري ورايا ليس هنا وقال ابن رجب هنا عنده غلطة، إيه يا فلان؟ قال ده هنا حول على كتاب الزكاة، وأنا قلبت الجزئين ما لقيتش كتاب الزكاة. تخيل بقى هو عايز كتاب الزكاة يبقى في الجزئين دول. تفضل يا مولانا. وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد. أيوة. ليه؟ لأنهم يجرون الأمر على القرائن، فإن أثبتت القرائن أن زيادة الثقة ده هو أحفظ فيكون كذلك. وهنا كلام للإمام كذلك ابن رجب في الموضع ده في حكاية من المسلمين، يعني دقيق للذين يشتغلون في باب العلل، لأنه قال أما مسألة تفرد مالك وهي أصلا الباب أو الأصل في إثبات زيادة الثقة فهي ليست حاصلة، لأن مالكا توبع من شخصين، وما دام حصلت متابعة من شخصين لا يكون هناك تفرد. فقلنا له طب ما دام الأمر كذلك، إذن المتابعة معروف أنها من ضمن قرائن الترجيح، فهو نبه الحقيقة في هذا الموضع تنبيه، قال وإن كان التفرد، يعني ما معنى كلامه، دفع بوجود المتابع لكن ما زال مالكا ومن تابعه أقل من الجماعة الذين خالفوا، فأصبح رد الزيادة اللي في حديث مالك ليس لتفرده، ولكن لأنه هو ومن تابعه قلة في مقابل الأكثر. وبذلك نبه إن قاعدة المتابعة يمكن أن يوجد ما يعارضها، وهو في حالة ما إذا توبع وكان المخالفون جماعة، لأنه في هذه الحالة ستكون قرينة الأكثرية في مقابل الأقلية هي التي حكمت هذا، فأصبح الإمام مالك هو أحفظية لا ننكر، وكذلك غير متفرد، ولكن الجمع المخالفين له معاهم أحفظية فحصل التعادل.
ومعهم أكثرية وهي التي لا توجد. ففي الموضع ده للحافظ ابن رجب يعني نوع تأصيل أو ملمح ينبغي الانتباه إليه. بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال فهما على حد سواء. أيوة. ليه بقى؟ لأنه الوصل زيادة ثقة. أنا لما أحذف الصحابي أخلي الزهري يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام من طريق عالم، ثم يأتي بعد ذلك عالم ويذكر الصحابي الذي فوق الزهري، يكون جاء بزيادة. الرفع زيادة ثقة. كما جزم به ابن الحاجب والمرجح عنده وعند ابن الصلاح. تروح بقى ابن الحاجب وتشوفه جزم ازاي، وكلمة جزم دي تعرفها عشان خاطر تبقى تعرف الآراء أو الأقوال، معنى انه جزم بيها انه قالها لوحديها ما جابش آراء تاني، فيبقى جزم. إذا اقتصر على واحد وذكره ولم يذكر خلاف فهو جازم، ودي من وسائل تحديد آراء العالم من خلال عبارته دون تصريحه. كذلك إذا كان في المسألة عدة أقوال وعندما يسردها يبدأ بواحد فيقول لك وهو الذي صدر به فلان كلامه، هو ما قالش راجع، يقول لك لا لكن وضعه في الأول دليل على تركه. ودي لا حديث نبوي يفيد كده أن من يبدأ به دليل على أفضليته. تفضل مولانا. كما جزم به ابن الحاجب والمرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء، بل قال ما معناه والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا أي من باب زيادات الثقات أخذ، فالوصل زيادة ثقة، وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هنا في ثالث الأقسام. وبيانه في الشق الأول واضح، وأما في الثاني فإما أن يكون بحمل أحدهما على الآخر أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده توسع، كونه نقول أنهما يعني في النهاية من كلام الرسول توسع، خاصة إذا كنا بنبحث عن زيادة في الإسناد. لكن بالنون المشددة في الإرسال فقط جرحا في الحديث، فاقتضى تقديمه للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل، يعني فافترق. ونحوه قول غيره الإرسال علة في السند، فكان وجودها قادحا في الوصل وليست في الزيادة في المتن كذلك. ولكن قال شيخنا إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتعسف. انتهى. لماذا في تعسف؟ لأنه هو القاعدة تشمل الاثنين، فإخراج واحد منها يعتبر تعسف. لماذا؟ لا، وأنت لم تثبت أي قرينة زادت في الاثنين، هما يتشابهان في ما يقتضي الحكم عليهما، فإخراج واحد منهما دون إثبات قرينة جديدة يعني تعسف، يعني إن ليس لها مستند. وبالجملة فقد بان تباين مأخذ الأكثرين في الموضعين لئلا يكون تناقضا، حيث يحكي الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال. وهنا دي كل الحاجات اللي يعني تقريبا ما تقدرش انك انت تقولها بالنسبة للخطيب البغدادي إلا انه تغير في الرأي أو الاجتهاد، لأن لما تقرأ تاريخ بغداد تجد فيه حكاية الأكثرية دي نعتمدها كثيرا كثيرا كثيرا، سواء في الخلاف على الراوي أو في ترجيح الأقوال بالجرح والتعديل، يعني كأنها عصاه من خلال الكتاب. فكان يقول في الكفاية أن الأكثرية لا تصلح مرجحا، يعني هذا مخالف تماما لتطبيقه، فلعله يعني تغير رأيه في هذا. وهنا عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول الزيادة مع أن الوصل زيادة ثقة. وإلى الاستشكال أشار ابن الصلاح هنا بعد الحكاية عن الخطيب بقوله
وقد قدمنا عنه أي عن الخطيب حكايته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال. ومعناه أنك أنت لما تقرأ أقوال العالم ما تقرأهاش منفصلة عن بقية ما يماثلها في القضية نفسها، لأنك إن أخذت هذه القضية من مبحث الإرسال وحده ستأخذ رأي الخطيب بخلاف ما قرره في مبحث زيادة الثقة. فإن جمعتهما فما أمامك إلا أن تقول إن رأي الخطيب في الموضعين ليس ملتقيا، ونبحث عن مرجح آخر، لأنه هنا أطلق القبول وهنا أطلق الرد، فأصبح نقول له خلي دول معاك وخلينا نفتح تاريخ بغداد، أو نفتح مثلا موضح أوهام الجمع والتفريق، أو نفتح كتبه التي تبدو فيها الصنعة، نجد أنه لا يفعل هذا، أنه هو يرجح ويرجح بالأكثرية ويرجح كذلك بالأحفظية، فأصبح ما ذكر خلافا لذلك تطبيق دليل على أن هذا هو الذي استقر عليه. طب ما غيرش ليه؟ قال مش سهل أنه هو يغير في كتاب خرج من يده، لأنه يوجد فتنة بين طلبة العلم. كالشافعي رحمه الله مذهبه الذي أصله في بغداد لما أتى مصر تركه كما هو. لماذا؟ لأنه لو غيره تختل الأمور، أصبح يبقيه ثم ينبه على أن الذي ذكرته بعد أن تحولت إلى مصر هو الذي عليه العمل، كما قال سيدنا عمر هذا على ما قضينا وذاك على ما نقض. ولذلك الناس كلها الآن تقولنا قلنا السنة من الأحاديث دي، يا أخي تنقت السنة خلاص. هو فاهم بطريقة يعني ضحلة أن نيجي على حديث مثلا وصل بالضعف وناخده نرميه في شيء أو نشطبه من ما نملكش هذا. إحنا نملك أن نقول لك والله هذه موسوعة كلها أحاديثها ضعيفة. هو بطريقته كأن إحنا نبيع سلعة مش مسألة فكرية. طب أنتوا بتسلموا لكل الناس بأفكارهم، اشمعنى جيتوا لحد الحديث حطوات يا ما انتوش عايزين تقبلوا مصطلحاتهم؟ كان على تنقية الحديث، الحديث منقى من أول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسيدنا أنس يقول لولا خوفي من الخطأ لحدثتكم بحديث كذا. فهنجيب لك تنقية أكثر من كده. يقول لا امسكوا دي وارموها. تبدأ إحنا كعالم إسلامي لا نملك من مخطوطات الحديث ما يملكه الغرب. مخطوطاتنا التي تتعلق بالسنة من أول ما تغادر العالم الإسلامي إلى أوروبا تجد أننا لا نملك ما يملكون. ألمانيا فيها فيرس بتاع واحد خواجة برضه ما هوش شيخ اسمه ألفيرد، 10 مجلدات فضلت خيرك. لما جمعوها لنا 80 مجلد فهارس مخطوطات ألمانيا فقط، لم يفكر لا غني مسلم ولا طالب علم مسلم ولا واحد انه على الأقل يصور ده ويجيبه، لا ده اللي هنا بيقول لك ارمي ده في الشارع. يا اخي قلنا لك ان ده ضعيف. السيوطي لما عمل 46,000 حديث قال والله الاحاديث الفلانيه ضعيفه والاحاديث الثانيه دي كلها مقبوله. 46,000 يقول لك لا طلع يا سيوطي وارمي. لماذا؟ ألست من الذكاء بحيث نقول لك ما تجد عليه العلامه الفلانيه اجتنبه؟ يقول لا كونوا لجان واعملوا. اللجان اتكونت وخلصت يا عمي. موسوعة موجودة 31 كتاب دي مصادر الحديث الضعيف. يقول لك لا
إن وصلت معاه أكثر يقول لك لا ده أنا عايزك تطلع لي من البخاري الأحاديث الضعيفة اللي فيه. طب ما هو ما فيش فيه ضعيف، يقول لا أنا مخي أنا بيقول إن فيه ضعيف. تفضل يا مولانا. ثم ختم الباب بإلزامهم مقابله لكونه رجحه هناك، فقال ما معناه: ورد أي تقديم الإرسال، ورد أي تقديم الإرسال بأن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا، إذ فيه أي في الوصل وفي الجرح علم زائد للمختفي أي للمتبع. وأيضا فقد طبعا هم بيقولوا إن فيه زيادة ثقة، نقول ماشي خليه زيادة ثقة، هات لي الثقة ده بقى واديله الوصف اللي هم قالوا عليه، أما ثقة فرط كده لا. ولذلك ابن رجب في المبحث ده مرتين وهو يقرر أن من هذا كله أن ليس كل ثقة تقبل زيادة، وأن المبحث ليس قائما على كل ثقة، وإنما ثقة معين يترجح من مواصفاته أنه أضبط من غيره أو أتقن منه أو أكثر عددا. وأيضا فقد تقدم عن بعض القائلين بترجيح الإرسال تعليله بأن من أرسل معه زيادة علم، والحق أن الزيادة مع الواصل، وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان. وحينئذ فالجواب عن الخطيب أن يقال إن المحكية هناك عن أهل الحديث خاصة، وهو كذلك. يعني إحنا إيه نخصص قوله بقى، فأيا كان فإحنا رأينا إن التعميم الذي ذكره ليس كما ذكر بل هو مخصص. ما الدليل؟ الدليل صنيعه، إنه هو في الصنيع في التطبيق لم يفعل هذا، بل هو حتى في التوثيق المقيد يقول إن ده راجح في كذا، اللي هي بيسموها خصوصية الراوي. فبناء على هذا، وأن هذا كم ليس قليلا، يعني تاريخ بغداد يمكن فيه أكثر من 5000 حديث. أنا أذكر أن عملنا رسائل في جامعة الإمام ينطلع 5000 حديث، ويمارس الخطيب فيهم صنعة الحديث على طريق المحدثين ليس على الإطلاق الذي ينسب للأصوليين، والأصوليون كما رأيتم الآن يعتبروا براء من الإطلاق، عندهم تفصيل، ودول كلهم اللي ذكرناهم أصوليين متقدمين ولهم كتب تشهد بهذا. وأما هنا فعن الجمهور من الفقهاء والمحدثين، فالأكثرية بالنظر للمجموع من الفريقين، ولا يلزم من ذلك اختصاص أهل الحديث بالأكثرية. أيوه. ثم الزيادة الحاصلة ده تنبيه، يعني أنه لماذا قال في الأول اقبل زيادة الثقة من التابعين، فبيقول أنا قيدت الزيادة اللي فيها وجع الدماغ ده كله بكونها من التابعين، لأن زيادة الصحابي على الصحابي تأخذ حكما آخر، وهو أن ما زاده الصحابي على ما زاده الصحابي الآخر، وفي كثير من الحالات المجلس متعدد، يعتبر حديثان ليس حديثا حصل فيه الوهم ونحن نعالجه. وأنتم تعلمون حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض، وأن عبد الله بن عمر كان ماشي على أنه لا إشكال فيه، فهو وفضل ماشي على كده لغاية أيام الأمويين. يعني شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها، وبعد كده أيام معاوية لما سمع بالحديث رافع بن خديج أن الرسول نهى عن كراء الأرض، فهذا لا يصدق عليه قاعدة
الثقة. وإن كنت أنا لو قرأتم أنتم الكتب تجدوا أن الإمام الطحاوي في شرح المشكل وفي شرح معاني الآثار يقدم بعض الصحابة ويجري فيهم القرائن كذلك، لكن الأصل أو المعتمد إن زيادة الصحابي على الصحابي لا تدخل في هذا الباب الذي يوهن كل منهم رواية من يعارضه. تفضل يا شيخ. تتمة: الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند. خلي بالك، إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. لماذا؟ لأن ما فيش إلا المصدر أهو، هو ده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحكم ثم بعد ذلك يقول حكما آخر، لأنه كما يوحى إليه يبلغ، وهكذا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.